أحيانا دائما يواجه الفلاحون بمنطقة نزلة بالمقاطعة الإدارية لتوغورت مشاكل جمة تقف حاجزا أمام استكمال مشروع الاستصلاح، وعلى رأسها نقص المياه وكذا غياب الأدوية. تفاصيل مع علي محمد زين العابدين. رغبة في استصلاح أراض قاحلة بمنطقة مرجاجة ببلدية النزلة تواجهها صعوبات جمة صارت تؤرق الفلاحين وتقف عائقا كبيرا في وجه طموحاتهم. قلة المياه، غياب الأدوية الزراعية، وانتشار القصب الرهيب، ثلاثية اجتمعت ليصطدم بها طموحهم. المفروض تسقي 36 هكتار وهي راهي تسقي 46 هكتار، 10 هكتارات زايدين. وزيد الديوان تاعو راهو غالي، غالي ياسر، راهي القرعة راهي دير 160 ألف، ما تكفيلكش 5 مترات. زيد كاين ثاني مشكل واحد آخر، مشكل الجعب، هذه لي كوندويت راهم كل عام رانا نعاودوا فيهم. هذه المشاكل الكبيرة وبيروقراطية الإدارة جعلت عددا منهم يواجه الفشل ويفكر في ترك مهنة الأجداد. ما لا لازم الدولة تراعي لهاد الفلاحين، ما دام راهم واقفين ويديروا الدنيا، لا ما عاونتهم بالياسر تعاونهم بشوي باش الفلاح ما يضرحش وما يدرش. ولا كيما هنا هاك تشوف راس العين هنا وراه 800 متر ولا 900 متر باش يروح الماء من هنا لتم، نسقوا في الليل الربعة تاع الصباح، الربعة تاع الصباح، الخمسة تاع الصباح، الساعتين تاع الليل. فهل سيجد هؤلاء التفاتة من مسؤولي قطاع الفلاحة الذي صار التوجه الجديد للدولة بعيدا عن المحروقات، أم أن الحال سيبقى كما هو مهددا باندثار أهم منتوج في منطقة الواحات؟ نبقى دائما في جنوب الوطن، اين تعد بحيرة أم رانب بولاية ورقلة قبلة سياحية بامتياز نظرا للطبيعة الصحراوية التي تميزها، إلا أن الحالة الكارثية التي آلت إليها تتطلب التفاتة من قبل السلطات. لهذا المعلم السياحي نتابع مع موسى بن ساسي وورد عقشيش. بحيرة أم الرانب الواقعة ببلدية سيدي خويلد بورقلة من المعالم السياحية الطبيعية التي تعرف في هذه الفترة نزوحا كبيرا للطيور المهاجرة، ما يضفي عليها صورة جمالية رائعة. تعتبر من أهم المناطق الرطبة في ولاية ورقلة، وهي طبعا يعني ما شاء الله تنوع بيولوجي، لدينا الطيور المهاجرة تزور يعني هذا المكان بشكل كل سنة خاصة في فصل الشتاء، طبعا تأتي حتى من أوروبا. لا يخفاكم أهمية هذه المناطق الرطبة في كنظام بيئي. اختلاط مياه البحيرة بمياه الصرف الصحي والرمي العشوائي للفضلات حولها إلى كارثة بيئية حقيقية. للأسف الشديد كما أظن السطح يعني فيات، وهذه يضر البيئة ويضر الطيور، وهذه تعتبر منطقة من المناطق الهامة من ناحية السياحة على مستوى الولاية. هي كمان في المياه الصرف الصحي الآتية من منطقة سيدي خويلد، هي من ممكن هي أن لا يكون هناك صرف المياه في هذه البحيرة، بل تذهب مع هذه المياه نتاع الصرف الصحي أو المياه الزائدة إلى منطقة سبخة سفيون. إعادة الوجه الجمالي لهذه البحيرة وتصنيفها كمعلم سياحي بورقلة ضرورة على السلطات تجسيدها لاستقطاب عدد كبير من السياح.